هنسجل ان شاء الله هو تسمعوا مني كل الجراحه باذن الله، نظري، كلينيكال، اوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفنج. القصه دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بيكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله يا حبايبي. المحاضرة الثانية في اليورولوجي، ما تحسبونيش بكروت في مواضيع كتير قوي النهاردة ملهاش علاقة بينا خالص، وعمرها ما جت نظري ولا اتسألت شفوي. مواضيع بطنة زي البايلونيفرايتس، السيستايتس، كرونيك بايلونيفرايتس، كانت كلاسيك في السيستم، اشطبها ملهاش لازمة. وخليك شجاع سنة وتسمع كلام جدو علي، واحنا مع بعض كان متسجل الامتحان جاي، لكن هقولها بسرعه قرايه، اوعى تبقى محسوك في المذاكره لو عايز تبقى اول دفعه. يلا نمشي بالترتيب الاول. يوريتريك انجري، يوريتريك انجري مستبعد نظري ليك كطالب بكالوريوس، مهم جدا لطالب ماجستير، ومش معنى مستبعد يعني ما يجيش. يوريتريك انجري تكتها انك تفتكر ان يخش في الانجري ده ان اليوريتري اتربط وانت احنا بنعمل مثلا هيستريكتومي او بيلفيك اوبريشن او سيجمويدكتومي معناها في الجراحه، او تعور. لا شك ان طلقه نار تنشن على اليوريتر او بلانت تروما تعور اليوريتر حاجه مش كومن ابدا، انما ايه اللي هيحصل؟ انسترومنتيشن، داخلين احنا بيوريتريك كاثيتر نشيل ستون عورنا اليوريتر، او احنا بنعمل عمليه ربطنا اليوريتر. بس هي دي باختصار. هفتكر الكلام دون. الراديوثيرابي بيعمل ريترو بيرتونيال فايبروزيس، يقفل اليوريتر، بيعدوه نوع من الانجري، هي مش انجري خالص. بس افتكرت الكلام ده، اذا افتكرت الكلام ده المواضيع اللي مش مهمه نظري لازم تفهمها كويس قوي. الغباوه دي عشان ده لو جه نظري انت قاري، فلو جه انت فاهم مستوعب هتعرف تاخده على حاجه اسمها فريم النظري اللي هعلمه لك يوما ما ان شاء الله في مراجعات النظري. لما ناخد كات سكشن في بطن بني ادم اليوريتر زي مش كده؟ وادي البريتو. لما ده يتعور يعمل ايه؟ هيعمل ريترو بريتونيال كوليكشن اكسترابازيشن اهو. وممكن يعمل انترا بريتونيال زي الكدني يا حبايبي. ما دام في ريترو بريتونيال في نسبه ايليس صح كده؟ يبقى اليوريتريك انجري مع نسبه ايليس ممكن ساينز وسيمتومز اوف بريتونيتس صح جدا. لما اربط اليوريتر يحصل اكيوت رينال فيلير. طب لو بارشل اوبستراكشن هايدرونيفروزيس. طب لو على الناحيتين خلاص انيوريا. الموضوع انا شايفه بسيط جدا. لو بقى الانجري بالنصيب بنتريتد من اليوريتر لادجيسنت اورجان يعمل يورينري فيستولا، يبقى خدنا ايتيولوجي، خدنا الباثولوجي وما اعرفش الباثولوجي في باثولوجي اهو، يتربط يا اكسترابازيشن بارشال انجري. كلينيكال بيكتشر سهل جدا، هيستوري اوف تروما او سيرجيكال انترفينشن فولود بالقصه دي، بين تندرنس، ممكن ساينز اوف باراليتيك ايليس، ممكن بيكتشر اوف بيريتونايتس، اوليجوريا او انيوريا، ممكن هيماتوريا لو كان انترنال انجن. تمام. ايه الكومبليكيشنز؟ قلناها لك بقى، هايدرونيفروزيس، رينال فيلير، فيستولا تحصل، والتريتمنت الاول بس انفستيجيشنز. لا شك ان الشورست هنا تشخيصه صعب. الشورست تخش على البلادر سيستوسكوب وتركب يوريتريك كاثيتر في اول يوريتر، تقوم حائن تحقن داي، تعمل تعمل يوريثروجرافي، اسيننج يوريثروجرافي، ف ودون يوريك الانجري. انما بقى سونار ماشي، سي تي ماشي، مش هيحسم لي القصه، هيقول في اكسترا بوزيشن، مش هيشوف حاجه واضحه. التريتمنت بتاعنا ولا حاجه، اكسبلور بسرعه وادرين اليورين دون، واعمل ان تو اند انستيموزيس لو كان اليوريتر كده متعور في النص. طب لو كان متعور تحت هنا كده، اعمل ري امبلانتيشن لليوريتر في البلادر. الموضوع هايف، فلكن اذا فهمت ورسمت رسمتين دول عشته بقى سهل. بقى بتمنى انا وانت دلوقتي يا رب يجي يوريتريك انجري في امتحان. دخلنا على بلادر انجري ويوريترال انجري، ومهمين نظري، ومهم فيهم نوع بالذات في كل واحده من الاثنين.
ارسم معايا الرسمة الجبارة دي لو سمحت. ارسم معايا ارسم معايا. ده يورينري بلادر، ده بروستيت، ده ابدومينال وول، سيمسيس بيوبس، بيوبو بروستاتيك ليجامنت، بقيه الابدومينال وول، سكروتم. ادي الابدومينال ماسلز اهي ماسكه هنا، ادي سكين وسوبرفيشال فاشيا، ادي بينس، ومكملين كده. ماشي يا ولد؟ جاهزين؟ جاهزين. ادي بيريتونيوم نسيت ارسمه. البلادر انجري سيبك مكتوب عندك خالص وتعالى لي الاول. نوعين، يا انترا بيريتونيال يا اكسترا بيريتونيال. في الاكسترا بيريتونيال، انترا بيريتونيال يورين كله دخل على البيريتونيال كافيتي. طب الاكسترا بيريتونيال اليورين هي اكسترا بازيت كده. قول لي كده يعني ايه؟ يعني في البلفيك سيلر تيشو وبتوين البيريتونيوم والفاشيا ترانسفيرسالز. تمام. غالبا الاكسترا بيريتونيوم اللي بتحصل مع فراكشر بيلفيس، شايفين بيوبيك بوندي تتكسر ترجع لورا تعور بلادر. طيب امال يوريثرا يا انترا بيلفيك يا اكسترا بيلفيك؟ انترا بيلفيك اهي سببها ايه؟ دي اسمها ممبرينس يوريثرا، اضعف حته في اليوريثرا، سببها غالبا فراكشر بيلفيس. يحصل ازاي الاكسترا بوزيشن كده؟ انا يا ولاد بدات بالجاكيت عشان اقول لكم ان انا عندي جاكيت. شفتوه خلاص هضطر اقلعه، بس شفتوا جاكيت حاجه؟ لا حاجه شيك طبعا، جاكيت واتنين كم وفي جيوب، يعني فول اوبشنز الحقيقه شقيق. المهم بكلف نفسي يا حبايب اجيب حاجات شيك جدا عشان بسجل لكم غصب عني. يبقى انترا بيلفيك اكسترا بوزيشن زي الاكسترا بيريتونيال رابشر بلادر. يا اكسترا بيلفيك في اليوريثرا اللي بره البيلفس يحصل ازاي اكسترا بوزيشن كده؟ اهو سب كيوتينيوس يروح للسكروتم يروح للابدومينال وول بين الاكسترنال اوبليك وبين السوبرفيشال فاشيا ابدومين. السوبرفيشال فاشيا ابدومين دي يا حبايبي اسمها ممبرينس ليرس كاربس فاشيا، نازله ماسكه في الديب فاشيا اوف ذا لور ليمب، عشان كده هذا الاكسترا بوزيشن ما يعرفش ينزل لور ليمب. يا جمالك، يبقى انا بسمع كلام شكله كان يخض جدا طلع سهل جدا. الرسمه دي خلصت الموضوع. رابشر بلادر يا انترا بيريتونيال يا اكسترا بيريتونيال، يوريثرا يا انترا بيلفيك يا اكسترا بيلفيك. المهمين النوع اللي اكثر اهميه، هو الاثنين مهمين الاربع عناوين، ولكن الاكثر عنوانين مهمين اللي فيهم فراكشر بيلفيس، لان كلمه فراكشر بيلفيس مهمه نظري. فهو لو جه سؤال فراكشر بيلفيس تحتاج تكتب كلمتين من هنا في الكومبليكيشنز فراكشر بيلفيس. يبقى الاكسترا بيريتونيال بلادر والانترا بيلفيك يوريثرا هم المهمين. تعالوا معايا يا اولاد نمشي بالترتيب في كل واحده بقى سهله كده. خلاص انا خلصت الموضوع على فكره، ده طلع سهل جدا جدا جدا. يلا الاول حاجه اتيولوجي بتاع البلادر. الانترا بيريتونيال دون فول بلادر، واحد خد شلوت، انت مش شايف رجلي، شلوت في البلادر الفول. تحصل فين؟ اكتب حمام محطه القطر، طابور والدنيا زحمه جدا والقطر بيزمر هيطلع، وانت واقف في الطابور والراجل اللي جوه قاعد بيتدلع، وبعدين سامعه بيرد على التليفون وبيقول للراجل ايوه ايوه مش مهم انا فين دلوقتي بقول لك بعدين، ما هو طبعا مكسور هو فين؟ في الحمام. طب ما تقفل تليفونك وانت في الحمام. الراجل بره سامع المكالمه وهيتجنن وفول بلادر والقطر هيطلع. قعد يخبط يخبط على الراجل، الراجل من نرفزه راح لابس هدومه وفاتح قال له ايه يا راجل، وراح ضربه بالشلوت سوبرا بيوبيك. كلاسيك الاستقبال اللي جنب محطة مصر بيستقبل كل يوم 3-4 حالات انترا بيريتونيال رابشر بلادر. يبقى ده دايركت تروما لفول بلادر. امال الاكسترا بيريتونيال فراكشر بيلفس، خلاص حليناه. ده الايتيولوجي. طب الباثولوجي اللي هو الاكسترا بازيشن.
ده جوه البريتون ده بره. عايز اقول كلمه مهمه، البلادر في الحاله دي بتاعت انترا بريتونيال فاضيه. ليه؟ لانها اتفتحت على سبيس مفتوح. هنا مش فاضيه، دي مش فاضيه ولا مش مفتوحه. بيلفيك سيلولار تيشو. فالبلادر لما عمل التير عدت شويه يورين، عامل بين فظيع جدا لكن بيت يورين جواها. يجي العيان يمكت يوريت، لما يكونتراكت بلادر يحصل اكسترا بازيشن. فالعيان ده بتاع الاكسترا بريتونيال عنده بلادر مليانه وعنده ديزاير مكتوريشن ولكن وعنده بين وعنده اكسترا فازيشن، ولو ركبت قسطره تجيب يورين. اما الانترا بريتونيال فده عيان عنده امتي بلادر، ما عندوش ديزاير، ما بيعديش يورين. سؤال بقى دكتوره مسالك، مش دكتوره حتى جراحه عامه، احنا كنا خدنا ريتينشن اوف يورين ان ابيليتي تو باس يورين ان سبايت اوف فول بلادر. العيان بتاعنا دون بتاع الانترا بريتونيال رابشر ده مش ما عندوش، عنده امتي بلادر وما بيعديش بول، نسميه ريتينشن ولا انيوريا؟ ما الانيوريا يعني الكدني ما نزلتش يورين، والريتينشن يعني في يورين في البلادر. ده مش ماشي على اي واحده، لا ده اسمه ريتينشن يا حبايبي، لان المهم الانيوريا واضحه جدا دي اكيوت رينال فيلير، فده اسمه ريتينشن. السؤال تسالوه بقى مين يا ابني عنده ريتينشن وذ امتي بلادر؟ هو ده الانترا بريتونيال رابشر بلادر. طيب يبقى ده الباثولوجي او الاكسترا بازيشن. السيمتومز مش محتاجه بقى يا حبايبي، والساينس اللي عنده هيستوري اوف تروم خلاص اتفقنا. اتنين عنده بين سيفير بين، ده بيكتشر بريتونايتس، ده بين بيلفيك بين. اللي عنده ديزاير مكتوريشن، ده ما عندوش ديزاير تو مكتوريت، كتر خيرك. الساينز تندرنس بيلفيك، هنا تندرنس بيريتونايتس. العيان بتاعنا لو ركبت كاثيتر في الاكسترا بيريتونيال يجيب يورين، في الانترا بيريتونيال ما يجيبش يورين. البلادر فيلت في الاكسترا بيريتونيال، خد بالك انها شايله يورين كتير عن الطبيعي، مخايف مكتوريت، عارف الشعور هيجي كونتراكت يحصل اكسترا بوزيشن فظيع، فالعيان وبين فظيع جدا، فالعيان ماسك نفسه جدا. هنا الشوك مهم قوي، الشوك في الاثنين في شوك، لكن اوضح مليون مره في مين؟ في الاكسترا بيريتونيال. اشمعنى فراكشر بيلفيس يا اولاد هتعرف في يوم الايام مع شوك فظيع جدا، هيموراجيك شوك، ويفقد لتر ونص دم العيان. فدايما ما دام تلاقي فراكشر بيلفيس اكتب شوك وانت مستريح، فسيفير شوك موجوده في الناس بتوع الاكسترا بيريتونيال. ايه الكومبليكيشنز؟ الاكسترا بوزيشن نفسه كومبليكيشن، وهنا يعمل بيلفيك ابسس وهنا يعمل بيريتونايتس. في الاكسترا بيريتونيال هنا هو ممكن يحصل انكونتيننس لو تعور السفنكتر معانا لا شك. طيب التريتمنتس الانفستيجيشنز، طبعا بلين اكس راي تشوف فراكشر بيلفيس، سونار ممكن يشوف يعني شويه الاديما ابدومينال وول. في الاكسترا بيريتونيال تلاقي ابدومينال بقى ايديمتس كله اديما ابدومينال وول، مكان اليورين ما طلع وعامل الرياكشن بتاعه. سونار ما فيش مانع، اي فيو ممكن اشوف الاكسترا بوزيشن، لكن لا شك ان الشورست اسندنج سيستوغرافي، اركب قسطره واحقنضاي واشوف الاكسترا بوزيشن. التريتمنت ريسوسيتيشن، افتح هنا هو سوبرا بيوبيك انسيجن اكسترا بيريتونيال، اصلح التير، احط سيستوستومي في البلادر عشان ادرين البلادر لغايه ما تهيل كويس. امال في الانترا بيريتونيال هفتح ترانس بيريتونيال، هدرين اليورين، هريبير البلادر وحط سيستوستومي. اعمل ايه في الفراكشر بيلفيس؟ قانون هتعرفه هناك في الفراكشر بيلفيس، ان الاول حل لي مشاكل الفيسرال انجري، بيعمل فيسرال انجريز كتير مش بس دول، بس دول اشهرهم، حليناهم خلاص نبتدي نعمل بقى تريتمنت. قانون هتعرفه في الاورثوبيديك، لو في ريسك انفكشن ممنوع تعمل انترنال فيكسيشن، فممنوع هنا مع الاكسترا بوزيشن يورين ده وريسك انفكشن موجود انك تعمل انترنال فيكسيشن للفراكشر بيلفيس. يلا اليوريثرا، ما انا خلصت الموضوع في الرسم يا جماعه. الايتيولوجي الانترا بيلفيك فراكشر بيلفيس خلصناها، الاكسترا بيلفيك بصوا يا حبايبي بيلي اند لاف راسم رسمه، واحد ماشي في الشارع وغطى بلاعه مش متثبت كويس، فهو داس على اول طرف البغطة، فالغطى وقف كده، أم هو نازل برجليه كده عليه كده بالظبط، فولينج استرايد على شارب اوبجكت. ليه حاجه تانية؟ واحد مفتري
فبيتخانق مع واحد راح حدفه في الهواء فتوة كبير والتاني خفيف حدفه التاني وهو نازل الباشا الفتوة راح مسنيب المطوة كده على البيرينيوم حريفة وعارفين بيحط مطوة فين ده اكسترا بيلفيك حل تالت واحد لابس جزمة ببوز بيتخانق مع واحد راح ضربه بالشورت من تحتيه كده ببوز الجزمة يعمل ده ما تقولش الكلام ده كفاية اول مثال اللي عندك فولينج استرايد على شارب اوبجكت يعمل اكسترا بيلفيك يجيب حاجة اسمها البلبس يوريثرا عند البرينيوم يا حبايبي طبعا الرسمة دي مش دقيقة فرد احدف اللي يعني الرسمة دي مش بالظبط او كده في مسافة هنا بين السكروتم جاي قدام شوية واليوريثرا دي هنا كده يعني طيب طب ده الايتيولوجي الكلينيكال بيكتشر تراياد تلاقيه يبقى ده يوريثرا اكيد بليدنج بريوريثرا وهيبقى اوضح في الاكسترا بيلفيك اقرب ريتينشن اوف يورين بيريوريثرا الهيماتوما دي مش هتبان غير في الاكسترا بيلفيك بس في الانترا مش هيبان الانترا الاكسترا بوزيشن زي الاكسترا بيريتونير بلادر طيب يبقى دون البين وريتينشن اوف يورين والاكسترا بوزيشن توصف ده وتوصف دون اللي شرحته لك في اول كلامي والعيان بتاعنا بتاع الانترا بيلفيك عنده شوك عشان الفراكشر بيلفيس بتاعتنا البلادر محسوسه طبعا ريتينشن اوف يورين الكومبليكيشنز الاكسترا بوزيشن نفسه كومبليكيشن يبقى يعمل هنا انفكشن بيريوريثرال ابسس او يعمل انترا بيلفيك ابسس وممكن يحصل ستريكشر في اليوريثرا او لو كنا في الانترا بيلفيك ممكن يحصل انكونتيننس كتر خيرك الانفستيجيشنز بلين اكس راي صح جدا جدا هتشوف الفراكشر بيلفيس لكن اهم انفستيجيشن على الاطلاق السندنج يوريثروجرافي دايجنوستيك تحط الاسطر على التيب ممنوع تركب كاثتر ممنوع اغلب اليوريثرال انجري يا حبايبي اغلبها بارشال انجري وهتهيل لوحدها وتبقى زي الفل تيجي تركب اسطره تحولها انت الكومبليت انجري طب التريتمنت العيان لو انت شكيت تقول له ارجوك ما تحاولش تعدي بول امسك نفسك بس شويه معايا بس دي عايزه تكون انت برضه جاهز بامكانياتك مش امسك نفسك واستنى انا رايح لغايه شبرا اجيب لك حاجه واجي لك الا لو كنت انت في مستشفى في شبرا مهم السؤال ده شافه قوي 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 امتى تقول له روح شبرا واجي لك امتى سؤال شافه لو المستشفى في شبرا يبقى انت كده هتروح بسرعه وترجع بسرعه طيب المهم يا حبايبي اقول له ما تعديش بول ارجوك لو سمحت وقمة امل يجيلي من غير اكسترا بوزيشن بيجي طبعا باكسترا بوزيشن بس بنسبة قليلة وبعدين اتأكدت ان هو في يوريثرال انجري اعمل سوبرا بيوبك سيستوستومي بس اركب كاثيتر سوبرا بيوبك اوبن او بحاجة اسمها سيستوكاث بيركيوتينيس سيستوكاث كانيولا خلاص حليناها مبروك وغالبا نحب نعملها اوبن عشان بروبرلي دريند 100% واسيبه 3 اسابيع وبعدين املى البلادر داي واقول له ميكتيوريت حاجه اسمها ميكتيوريتنج سيستوريثروجرام تصور يا راجل غالبا تلاقي اليوريثرا كومبليتلي نورمال لان انا لسه قايل لك اغلب الحالات بارشال انجري وبتهيل لا لقينا بقى الداي نازله في كومبليت اوبستراكشن في ستريكشر نعمل لها ريبير لدون انتو انت انستموزيس او اكسيجن الستريكشر ونعمل له انستموزيس وجينا للعنوانين اللي في اول محاضرتي قلت لك ملهمش لازمة او تلات عناوين اكيوت بايلونيفرايتس انا لو منك اشطبهم انا شطبته انا برغم اشطر الناس في الدنيا كلها لكن انا عارف ان فيكم ناس محسوكين الى هؤلاء المحسوكين ده مش مبسوط منهم هنقرا بسرعة نقرا الاكيوت بايلونيفرايتس ايه اللي يخلي كدني تنفليم اولا منين يجي الانفلام يا اما هيماتوجنس مش كام يا اما لوكال اسيندنج انفكشن موجود خلاص يا اما كاثيترايزيشن وطلعنا او عملت انت انسترومنتيشن ركبت ريتريك كاثيتر طلعت انفكشن ايه بريدسبوزنج فاكتورز استيزيس يا جماعه اي حاجه ماشيه فلوينج صعب يحصل انفكشن انومالي الزمان قلنا اي انومالي في الكدني تزود احتمال انفكشن وستونز طب ده predisposing factors clinical picture مش هقول بقى خلاص ده acute pyelonephritis يبقى pain وفي varurai gorzo tenderness في وgardening ورجيديتي كلام بسيط جدا وبيوريا وفريكوانسي عند العيان وايه الكومبليكيشنز تبوظ الكدني مع الوقت رير
جدا، لكن ممكن يحصل كده. ممكن تعمل بيرينيفريك ابسس لوكال اكستنشن، بيرينيفريك، ممكن تعمل فايبروزس في اليورتر، تعمل بايونيفروزس، وده موضوع بقى جاي مهم نظري. خلاص لو انت زعلان جاي لك في المهم، بس ذاكر المهم. طب دي الكومبليكيشنز، ايه انفستيجيشنز، يورين اناليسيز وكالتشر وسونار واي في يو بكتير عشان نشوف لو في انومالي مساعده في الحكايه دي. والحاجات دي هتعمل لي حاجه اسمها كرونيك بايونيفرايتس اللي جايه بعد شويه، لما الاقي عين بيجي له كتير قوي يبقى في مشكله، مشاكل مثلا مهمه قوي ريفلكس، لان الريفلكس يوريتريك ريفلكس بزايك يوريتريك ريفلكس، الريفلكس ده نوع من الاستيزيس ويعمل شويه هادونيفروزس. طيب ديفرنشال دايجنوزيس، اي واحد عنده اكيوت ابدومينال بين مع فيفر ورايجرز كتير قوي قوي فكر في اي حاجه، حتى ايفن الاكيوت ابنسايس ديفرنشال دايجنوزيس. الدفرات تريتمنت انتي بايوتكس وحسب الكالتشر، واشوف السبب بروبر هيدريشن، واعمل اتشينج البي اتش بتاعت اليورين، يعني الاورجانيزم اللي بيحب يعيش في الاسيديك ميديا اخليه الكالانا، غالبا بنحب بنالكالانايز اليورين، كل الفورات اللي في السوق بتعمل الكالانايزيشن لليورين لانه غالبا الاورجانيزم سيوتي تحب الاسيديك يورين، نعمل الكالانايزيشن تساعدنا قوي قوي ان احنا نعالجها. والكرونيك اديك عارف ايتيولوجي، في بريدسبوزنج فاكتور موجود زي ريفلكس زي كونجنتال انوماري زي ستيزيس، وكلينيكال بيكتشر هي بس ريكارنت البين وتندرنس وفي بس مش عنيف قوي، الفيفر مش واضحه قوي. والعين تبقى مع اي حاجه كرونيك في الدنيا يبقى جنرال الهيلث عند العيان، والانفستيجيشن سيم بس ادور على السبب، والتريتمنت نفس الكلام اعالج الكوز وادي انتيبيوتكس. اسيستايتس روت يا اما اسندنج يا اما بنركب قسطره يا اما لوكال سبريد من حاجه جنبينا، وبريدسبوزنج فاكتورز نفس الكلام استيزيس او وجود باثولوجي، والكلينيكال بيكتشر بين فيفر تندرنس فريكوانسي ديسيوريا، والانفستيجيشن يورين اناليسيس سيستوسكوبي لو شكيت ان في حاجه كرونيك، والتريتمنت نسيوا يكتبوا يظهر برضو كالتشر سنسيتيفيتي وانتيبيوتكس واعالج البريدسبوزنج فاكتور. صفحتين نشطبهم مالهمش لازمه بعد كل دول. انا بقى مش عاجبك اللي فات خش في المهم، موضوعين مهمين نظري وتايهين في وسط منهج اليورولوجي، لما جو نظري هيخضوا الناس فركز فيهم دول بقى، البايونيفروزيس وبيرينيفريك ابسس. ليه الاثنين دول؟ قصدي ده اباس يا حبيبي، بايونيفروز ده الكدني بقت باص، الكدني بقت خراج، والبيرينيفريك ابسس ابسس حوالين الكدني. البايونيفروز ده ايمرجنسي اكستريم ايمرجنسي باص بيكسر في الكدني. امشي بالترتيب معايا لو سمحت في الموضوعين دول وبعد كده هعمل لك جدول في الاخر هيريحك. طب قبل ما اشرح بعد اذنك، يعني هو البايونيفروز بيرنيفريك ابس ايه كلينيكال بيكتشر؟ بين وفيفر هيكتيك فيفر وسويلنج، والفرق بين السويلنج في البايو عن البيرينيفريك ان في البيرينيفريك ده ال ديفايند وما بيتحركش مع ريسبيريشن، اما الكدني لا سويلنج واضح جدا وبيتحرك مع ريسبيريشن. ده كده المين اللي هي كلينيكال بيكتشر هنا وهنا. في حاله البايونيفروزس لو في باس هينزل مليورين مليوريتر بقى هتلاقي في بايوريا. يا دكتور علي ازاي ينزل؟ ده في اوبستراكشن هو اللي قافل وعامل فوق باس، لا احنا يبقى اوبن، اوبن يعني انكمبليت اوبستراكشن يا كلوزد. لو كلوزد يبقى الكدني فوق مليانه باس واليورين تحت زي الفل. طبعا لا شك الكلوزد اخطر كتير عشان قافل علينا. طب قول لي انفستيجيشن سونار يا عمي اللي في اتنين وسي تي ويورين اناليسيز واي في يو بسيطه، وفي حاله البيرينيفريك ابسس لما اعمل بلين اكس راي الاقي المنظر ده سكوليوزس لان عامله اريتيشن للصوص، بعدين يجي لك عنده فليكشن شويه في الهيب والاقي السوفت تيشو شادو بتاعنا، وفي حاجه اسمها قلناها لك زمان في اول محاضره في اليورولوجي حاجه اسمها سوس شادو. السوس شادو هتبقى اوبليتريتد ان عندي ريترو بريتونيال باس، والاقي الدايليتد فيكس الدايفراجم مرفوع لفوق، ارسم بلين اكس راي في البرينيفريك ابسس. في البايونيفروزس قد اضطر لان الاي في بي غالبا مش هيشوف فانكشن، ودور الرئيسي الاي في بي في البايونيفروزس مين يقول؟
صح اساس الفانكشن اوف ذا اذر كيدني ان احتمال اضطر اعمل نفريكتوم تبقى كيدني نون فانكشنينج. والديمز سكان مهم هنا جدا، يقول لي ان الاي في يقول لك مش شغاله، قول لها بعد اذنك ده مش كيدني فانكشن تيست، انا عايز ديمز سكان. السكان يقول لي شغاله او لا، او شغاله كام في الميه. طيب لو انا بقى عايز اشوف الكيدني واي في مش وريها لي، اعمل اسندنج بايلوجرافي، اخش بمنظار اعمل سيستوسكوبي هلاقي باص نازل لي من ناحيه اليوريتر دون او ما الاقيش لو كان كلوزد، واركب قسطره وارسم اشوف اخبار الكيدني ايه. الكاثيتر ممكن تقرست في السكه تقف بالاوبستراكشن ممكن تعدي، يبقى سيستوسكوبي واسندنج بايلوجرافي وركب قسطره. القسطره لو عدت هتعرف حالا في التريتمنت، هي نفسها نوع من التريتمنت، هتعمل درينج للباص والعيان يفوق شتان بقى فاق العيان. طب والاوبستراكشن نحله بعدين. انا بشرحش بالترتيب متعمد، انا بعيشك عنوانين اسم بايونفروزس وبيرينفريك ابسس. يلا نمشي بالترتيب ولسه في جدول وعدتك بيه في الاخر. تعالوا معايا البايونف ديفينيشن دون عباره عن باس كولكتنج في الكولكتنج سيستم بتاع الكيدني. تمام، يعني الكيدني اوبستراكشن جواها باس، بعكس مثلا الهايدرونفروز يقول لك اسيبتك دايلاتيشن اوف بلفيكال سيل سيستم. يعني ايه اسيبتك؟ يعني مفيش باص، ميه بس، يورين بس. انواعنا يا برايمري يا سكندري. يعني ايه برايمري بايونفروز؟ كدني كانت سليمه 100%، حصل اوبستراكشن وحصل انفكشن في نفس الوقت، بايلونفرايتس عمل اتنين في نفس الوقت، مبروك. يا اما سكندري، ايه سكندري؟ كانت هايدرونفروز وحصل سكندري انفكشن على اليورين. مين المور كومن؟ طبعا السكندري مور كومن. تمام، الباثولوجي ولا الكدني يا فندم؟ بقت اهي الكدني بقت هالض مليانه باس، هنا في بايوجينيك ممبرين موجود عندنا، يا اوبن يعني اوبن يعني بارشال اوبستراكشن، يا كلوزد وطبعا الكلوزد مور سيريس وما تلاقيش في بايوريا كمان تحت. طب ايه الكومبليكيشنز؟ مش محتاج بقى تعمل بيرينفريك ابسس، صح، تعمل سيبتيسيميا، صح، اختارهم رينال فيلير هتموت الكني تضيعها مننا. كلينيكال بيكتشر بين وسويلنج وفيفر، افتكر كلامي. في البرايمري بايونفروزس السويلنج ما يلحقش يكبر قوي، يبقى مش ماركت، لكن ويبقاش ويبقى في ادهيجنز عنيفه حواليه. في السكندري بايونفروزس لا، تلاقي ماركت سويلنج كان اصلا هارد نفروزس، وتلاقي مور موبايل عن البرايمري بايونفروزس. الانفستيجيشنز قلتها لك ومش هعيدها تاني. الديفرنشال دايجنوزس، اشطب اللي عندك واكتب اذر كوز اوف اكيوت ابر ابدومينال بين، دي من الديفرنشال دايجنوزس اوف اكيوت ابدومين اللي هشرحها لك في الابندكس هناك. منها كلها بقى الاكيوت ابر ابدومينال بين، ده ديفرنشال دايجنوزس بتاعنا. ليفر ابسس، هيباتيتس، بيرفوريت بيبتيك ألسر، بانكرياتيتس، لوور تشيست كونديشن راديتنج للابر ابدومين. وما تنساش الابندكس، الابندكس ديفرنشال دايجنوزس لاي اكيوت ابدومين في اي حته. التريتمنت انتي بايوتكس، خلاص. بص يا اولاد هحاول اخش، ده مش ده المكتوب عندك بالترتيب ده بس افهم الصح، هحاول اخش الاول بيوريتريك كاثيتر، لو عدت انا عملت درينج، ما عدتش هخش بيركيوتينيوس في الكيدني، بيركيوتينيوس درينج، بيركيوتينيوس نفروستومي، كده عملت درينج مبروك، براحتي جدا جدا ابتدي انفستيجيت فور الكوز واحل الاوبستراكشن واخلص القصه. لا ده الديمز سكان قال لي ده انديكيتد فور نفريكتومي، انا احب اخش اعمل له حاجه اسمها برايمري نفريكتومي. يعني ايه برايمري نفريكتومي؟ يعني نفريكتومي من غير نفروستومي قبليها، لان النفروستومي دي هتزود قوي الادهيجن، صعبها علينا. خد سؤال شفوي، هو يا ابني نفريكتومي هايبر نفروم اصعب ولا بايونفروزس اصعب؟ مليون مره، لان الهايبر نفروما مالجنانسي، ولو كانت خرجت بره الكدني اسمها ان اوبرابل. انا هنا في ينفع اطلع اقول ما عرفتش اشيلها، اما البايونفروزس لا، انت داخل في حاجه عارفها بناين لازقه في كل حاجه حواليك، يبقى اللي بيخبطوا حاجات في البيت عندنا، بقولها لكم بعدين في المدرج، محدش يقول دلوقتي.
فيقولوا اذا انديكيتد فور نفريكتوم يفضل تعمل برايمري نفريكتوم. لا بس عندي سيبتسيميك وضايع بيموت خلاص مضطر اعمل درينج بنفروستومي بعد كده اعمل نفريكتوم. وهنا نرجع ان اهم قيمه للاي في بي هي ان اسس مين الكيدني فانكشن الثاني. طب ده البايونفروزس، ايه الكربانكل؟ انا مش عايزه هنا، الكربانكل ده موضوع مهم نظري هيجي لنا في الانفكشنز هناك. هحتاج منك تكتب كلمه كده سطر لما يجي لك كربانكل وهقوله لك هناك ده، تقول ان الكربانكل مي افكت الكيدني. ده هو عباره عن نيكروتايزنج انفكشن بيعمل مالتيبل كافيتيز في الكيدني، ممكن حاجه تفرقع منها تعمل بيرنفريك ابسس. طيب البيرنفريك ابسس الايتيولوجي يا برايمري يا سكندري. برايمري يعني ايه؟ يعني ميكروب ستاف او ستريبتلس، اي ابس ستاف ستريب ستاف ماشي في الدم، ام بالنصيب جه خبط في البيرينفريك سبيس عمل ابسس رير طبعا. امال مين السكندري؟ بايونفروزس او بايونفرايتس او كاربانكل وعمل اكستنشن من الكدني للبيرينفريك سبيس يحميك. الباثولوجي ارسم معايا، لو دي الكدني بتحوطها بحاجه اسمها جيروتا فاشي، لا اسم تاني زوكر كاندل فاشي، يتجمع الباس هنا في البرنفريك سبيس هنا تمام. خدتوا بالكم انها مفتوحه من تحت، فالباس اكستند داونورد للبلفس ما يطلعش لفوق، يبقى ده الباثولوجي. كلينيكال بيكتشر بين وسويلنج وفيفر قلت لك بقى، انفستيجيشنز بلين اكس راي وسونار وسي تي الحمد لله على السلامه، تريتمنت انتي بايوتكس ودرينج لمبر انسيجن زي بتاع الكدني، اخش افضي الباس. اهم تكه في الدرينج ايه يا ابني؟ سؤال شفوي يا فندم، بصباعي ابلبيت الكدني عشان لو لقيت في كورتيكال ابسس في الكدني اعمل له درينج بالمره، والا سعادتك هتعمل درينج للبيرينفريك ابسس وما عملتش درينج للكورتيكال ابسس اللي هو اهم من البيرينفريك ابسس. دي موضوع موجود في كتاب الاسم وانا كاتبه عندنا. ليه كاتبه؟ للماجستير؟ حاجة تانية؟ لا مش بس كده، أصل في نكت كتير فما بحبش فوت النكت. بص يا حبايبي، في يوم من الأيام إن شاء الله أوزع عليك ورقة بكل التي بي في جسمنا كله، لأن مواضيع التي بي دي مواضيع الرزلة شوية اللي مش يعني لا عارف تقول مهمة ولا مش مهمة وتيجي. فيوميها كمان هخلص لك القصه اللي احنا فيها، بس اسمعني في التي بي بتاع الكدني ده. احنا في اي موضوع يكون في كلمه غريبه، حاجه غريبه، تلاقي كلمه كده في الموضوع كله هي يعني ايه؟ ما تفهمش ليه التي بي كدني ده وانا عجب الناس قوي، كميه اسماء الغرائب والعجائب اللي فيه مش عاديه. تعالوا اكتب كده في الصفحه الفاضيه معايا غرائب واعجائب التي بي كدني. وانا عايزك في الامتحان اخر السنة لو جالك، بكلم بتوع الماجستير، لو جالك امشي على فريم النظري اللي هعلمه لك، باثولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن الى اخره، وكل واحدة فكر ايه فيها غرائب وعجائب حطها انت خلصت الموضوع. تعال يا سيدي، من الغرائب والعجائب تعبير اسمه سترايل اسيد بايوريا. ايه سترايل بايوريا دي؟ اقول لك اللي عنده هيبريزنت بحاجه اسمها ستيرايل اسيد بايوريا، عنده فريكوانسي، ده اول سيمتوم واهم سيمتوم عندنا. فمع الفريكوانسي نقول خلاص سيستايتس، ناخد يورين، نبص على اليورين ما نلاقيش حاجه، نلاقي بايوريا بس باس سيلز، نبعتها كالتشر الكاسون نجرث. الله ازاي بايوريا وستيرايل نجرث؟ نقول الله لا يكون تي بي، نقوم نعمل كالتشر اوف تي بي لوفنشتاين جينسن ميديا كالتشر، مش تعملش روتين، ساعتها الاقي التي بي بس الله. وليه اتسمت اسيد؟ انه اسيدك يورين، لسه قايل لك من شويه انه احنا كتير قوي من الاورجانيزمز بتبقى عندنا نحب نعمل الكالمايز اليورين، ده يبقى ستيرايل، وفي اورجانيزمات بتالكالمايز اليورين. فده ستيرايل اسيد يعني اسيدك يوريا بايوريا. افهم كل واحده في الغرائب. من الغرائب انه يقول لك ان التي بي لما يجي في الكدني هيعمل مالتيبل كافيتيز والسرز هنا، فسموه السرو كافيرنس تي بي، السرو كافيرنس ماشي. يعمل تي بي بايونفروزس
مش غريبة دي يا دكتور عليك، مش خلاص حاضر مش غريبة، لكن زي أي بايونفروزيس يا أوبن يا كلوزد. طب لو كلوزد تي بي بايونفروزيس هذا المرعب، فالتي بي بس اللاين المرعبة دي تاكل الكدني، حاجة اسمها أوتونفريكتومي. يا جمالك، يبقى أوتونفريكتومي فكرتك بكلام كتير. يبقى الغريبة الجاية دي ألسروكافيرنس تي بي أوتونفريكتومي، فكرتك بيه بقى بكلام كتير، تي بي بايونفروزيس واوبن وكلوزد وكلوزد يعمل اوتو نفريكتومي. حتى الالسر كافيرنس في التريتمنت قدام في العمليات في حاجه اسمها كافيرنوتومي. يعني ما تقول درينج، لا 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 ما ينفعش اقول درينج، انا في موضوع الغرائب والعجائب لازم اقول اسماء غريبه، فيسموها كافيرنوتومي. اكتب معايا غرائب التي بي. طيب يجي مثلا يقول لك البلادر التي بي كدني يا برايمري يا سكندري. يا دكتور علي انت كان تخلف، اي تي بي يورينري تراكت سكندري، البرايمري في اربع حتت ما لهمش خامس. كلامك صحيح يا ابني سكندري تي بي، لكن جوه بقى دي بنسميها برايمري وسكندري، ما اقصدش برايمري تي بي سكندري تي بي. برايمري يعني التي بي بدا في الكدني، سكندري يعني بدا في حته يورينري تراكت حصل اسندنج انفكشن، غالبا سكندري، وعشان كده غالبا اليورتر افكتد، وعشان كده احيانا بيحصل افكشن اذر كدني، وعشان كده لو هعمل نفريكتومي مش بعمل نفريكتومي، يلا في الغرائب والعجائب اعمل نفرو يوريتريكتومي، اشيل الكدني واليورتر لانه غالبا افكتد، يبقى في ادي خد نفرو يوريتريكتومي. الغريبه العجيبه نفرو يوريتريكتومي دي تفكرك بايه بقى؟ بكلام كتير انه غالبا هو اسندنج من لور يوتي انفكشن، يعني سكندري الحته ثانيه مش كده، ويورتر ممكن يافكت الناحيه الثانيه. بكلام جميل قوي. طيب من الغرائب والعجائب ان البلادر غالبا افكتد بقى، اتفقنا حصل فيبروزس، صغرت البلادر. لما صغرت عايز يشبهها باي حاجه في الدنيا، شوف الغباوه، عجز عن الدنيا. عارفين الترزي مش بيجيب حته بتاع يلبسها اسمه كستبان، يلبسوه في صباعه عشان الابره ما تشكش صباعه. عارفين الكستبان ده بالانجليزي يعني ايه؟ ثيمبل. ثيمبل ثيمبل بلادر، فيقول لك دي ثيمبل بلادر صغيره جدا زي الكستبان بتاع. طيب لما تعمل سيستوسكوبي ادي البلادر ادي اليوريترز، حصل فيبروزس في اليوريترز، فقصرت طلعت لفوق عملت كده. فلما تخش بالمنظار تلاقي فتحه في البلادر كده، عايز يشبهها بحاجه، جولف هولز. يخرب بيت كده جولف هولز يا راجل، حرام عليك، مش انتوا زعلانين يا اولاد ان الموضوع ده مش موجود في كتاب الاسم؟ صح، كنت اتمنى يكون موجود، مليان نكت وغرائب وعجائب. في الاي في بي، فاول حاجه في الاي في بي تلاقي البيراميدز دي متاكله، ايتن بيراميدز كده، ده في الاول بقى يفوتها ما يفوتهاش. موث ايتن ابييرنس، موث ايتن ابييرنس. يبقى انا كده عرفت في الاي في بي هلاقي مين، هاسس الكدني فانكشن، ابص على الناحيه الثانيه ممكن الاقي هيدرونفروزس، لكن لازم اقول ان اول حاجه موث ايتن ابييرنس. في السيستوسكوبي ثيمبل بلادر وجولف هولز، جميل جدا. طيب يا رب ما اكونش ناسي حاجه في الغرائب والعجائب، هما كتير قوي هنا ما بيخلصوش. يلا نمشي مع بعض بقى. التي بي يا سيدي اول حاجه الايتيولوجي ده استامبا يا عم، مايكوباكتيريوم تيبركلوز. الايج استامبا زمان قلناها في الليمفاتيك سيستم، تشيلدرن ويانج ادلتس، الا في الكدني يانج ادلت وفي البون تشيلدرن، يعني ما خرجناش عن تشيلدرن ويانج ادلتس. تمام، اكتر في الميلز توكلنا على الله. انواعنا برايمري يا سكندري، هو اولو سكندري تي بي جمله تحتيها يا برايمري يا سكندري، انت فهمتني بقى ده قصده حاجه ودي قصده حاجه. الباثولوجي بتاعنا خلاص بدانا غالبا اسندنج انفكشن ويحصل تي بي بايفروزس واوبن وكلوزد واوتونفريكتومي والسر كافيرنس. طيب هات العجائب واكتب الباثولوجي، مش عايز اكتر من كده. كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر فريكوانسي اول حاجه، يبقى عنده بقى رينال سيمتومز وعنده فازايكال سيمتومز. الرينال سيمتومز بين وسويلنج صح، وتي بي توكسيميا مش فيفر بقى هنا، والفازايكال سيمتومز حاجات الفازايكال فريكوانسي وديسيوريا وبين الى اخره، كتر وسترايل اسيد بايوريا. الانفستيجيشنز اللاب، مفيش يورولوجي من غير لاب اللي هي يوريا كرياتينين ويورين سونار واي في يو، خلصنا.
فانا هعمل بقى اليورين، هلاقي اشتغل اسيد بايوريا، اشوف كدني فانكشن، اعمل سونار هلاقي الماس في الكدني، اعمل الاي في يو هلاقي الموث ايتن ابييرنس او نون فانكشنينج كدني، والناحيه الثانيه اسيس كدني فانكشن الناحيه الثانيه. ممكن احتاج اعمل سيستوسكوبي وبايوبسي اتاكد منها، خلصنا. طيب ده الانفستيجيشنز. التريتمنت انتي وركلاس تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت، اخش اعمل كافر نوتنج ترس على نفرو يوريتريكتومي. ايه يا جماعه الموضوع خلص سهله جدا. طب لو بلادر كونتراكت ثيمبل بلادر وخلاص خف، اعمل حاجه اسمها اوجمنتيشن سيستوبلاستي، اجيب حته ايليوم واعملها حته الرول بتاع البلادر. طب كان حصل فايبروزس في النك، بلادر نك اوبستراكشن، اصلحه يا اما ايذر اندوسكوبيكالي او سيرجيكالي. ده يا جماعه الموضوع. انا كده خلصت اتكلمت على، ما انا بقى بعد ما خلصت كتاب بص اتكلمت على الموث ايتن، كبلت اتكلمت على دي نفروريتريكتومي اوتو نفريكتومي، اتكلمت على الارس كابيرنس استرايل اسيد، انا مبروك خلصت. عشان كده انا رايي انك تكتب السبع ثمان غرائب عجائب على الجنب وبس، ولما يجي السؤال ده تاخده على الفريم بتاعنا بتاع التي بي اللي هديهولك في ورقه جاهزه ان شاء الله باذن الله. قلب الهرزيزس اكتب مهم نظري وما جاتش. جت مره واحده في التاريخ وكان ليها قصه احكيها لكم في المدرج. بالهرزيزس ليه يا جماعه؟ حيل في الواقع بقى للامانه بالهرزيزس في مصر دلوقتي مش كمان. من الاخر كده يعني. لكن يلا بينا يلا نمشي في الموضوع اللي هنكتب عليه مهم نظري من ورا قلبي. من ورا قلبي هقول مهم نظري. بالهرزيزس انسيدنس، اشمعنى اليورينري بلادر هي الكومنست اورجان تو بي افكتد بالهرزيزس عندنا؟ ارسم الرسمه دي. ادي يورينري بلادر، ادي ماسكولار وول اهو، ادي بيري فازايكال بلكسس فيسلز، وادي اليورين. ايه اللي خلاها البلكسس واحد، المصل اثنين، الميكوزا ثلاثة، اليورين أربعة؟ البلادر بلكسس فيري ريتش بلكسس اوف فيسلز، فالهرزة الاوفا ماشية يبقى برسنتج وجودها في هذه الفينس بلكسس اعلى بكتير جدا من اي حته ثانيه. يبقى ده واحد. اثنين، المصل بتاعتها لو انتوا فاكرين زمان في الفينس سيستم المصل بامب بتكونتراكت وتريلاكس فتشفط الدم السوبرفيشال سيستم، نفس الحكايه هنا ثيك بلادر وول بيكونتراكت في الميكتوريشن يريلاكس يعمل نيجاتيف بريشر يشفط الاوفا من البلكسس الى المصل. من المصل هتخش على الميكوزا، الميكوزا الاستيك ميكوزا بتبقى بينتريتد بسهوله عن بالاوفا، تمام. اليورين نفسه الكونسنتريشن بتاعه مناسب جدا للاوفا، يعني المفروض كانت اول ما توصل لشويه حاجه كونسنتريشن مش مظبوط حاجه هاتشنج تموت، لا ده بيشتغل اليورين وكانه امنيوتيك فلويد لهذه الاوفا انه يحفظها ويحميها عشان خاطر ما يحصلش بريماتيور هاتشنج. لا شك انها اكتر في الرجاله سن 10 30 سنه زي الفارمرز، شغال اكتر فارمر 4-1 رجاله ماشي. هيماتوبيوم غالبا منسونين مش كومن احنا هنا. الباثولوجي، انا اكتب على الباثولوجي عناوين فقط اللي تفتكروا من الكلام ده قولوا حلو، لكن انا هجيب لك في الباثولوجي بعد شويه هنا في المحاضره، لا مش دي ان شاء الله المحاضره الجايه، الكلام في البلهرزة الكارسينوما في البلادر كارسينوما كلام حلو بزوده في الحته دي، حاجه اسمها برانز نيتس يعني هنجلها ماشي. طيب لكن الباثولوجي ان بتبدا تتكون تحت الميكوزا الاوفا تعمل بالهرزة الجرانيلومس وتعمل بعد كده سودو تيوبركلز، بعد كده تعمل بابيلومز، تعمل ألسرز، تعمل ساندي باتشز، تعمل فايبروزس، وده يعمل كونتراكتد بلادر زي فكره الثيمبل بلادر. طب ما تسميها ثيمبل بلادر؟ لا يا استاذ انت مش واخد بالك، ده بتوع التي بي اللي غاوين الحاجات دي، هنا ما عملوا ما سماش رغم نفس الفكره بالظبط. وهذا الفايبروزس ممكن يعمل بقى ايه؟ يقفل يوريتريك اورفسز، يقفل بلادر نيك، يضيق بلادر جدا، صح جدا. واخيرا قمه الباثولوجي عندنا هو تحولنا الى كارسينوما. ابقى اشرح في دي شويه اذا حبيت،
من الكارسينوم. انا عايز منك بس عناوين بس، يبقى جرانيلوماتا وبابيلوماتا سود تيوبركلز السرز ساندي باتشز، وتكتب كده في الباثولوجي كل ده، اكتبه كده سطرين سطر ونص، ان هيحصل different degrees of affection leading to variable lesions including 1 2 3 4 5 10. الكومبليكيشنز لا شك قمه الكومبليكيشنز كارسينوم، بعدين contracted blood secondary infection ببكتيريال infection obstruction ureter hard nephrosis obstruction neck bladder retention of urine. طبعا من الكومبليكيشنز سبريد لبقى غيرنا، تعمل بالهرز الافكشن في حته ثانيه، تخبط في الليفر وتعمل بقى مشاكلنا في الليفر وبورتال هايبرتنشن. كلينيكال بيكتشر تايب اوف بيشنت، خلاص سيستايتس يا حبايبي، يبقى بين وهيماتوريا وكلاسيك تيرمينال حكايه سوار باث ستيتش، دي اللي هي كلام جنرال بتاع الهرزيزس، العين يطلع يهرش وبعديها بعد شهر لثلاث شهور يبتدي يحصل له افكشن السويمرز باث ستيتش اتشنج، دي اللي هي كلاسيك في اي بالهرزيزس. ده كلام اتش اول ثلاث شهور، ده كلام زمان بتاع باراسيتولوجي. طيب يبقى انا يهمني سيستايتس، خلاص كتر خيرك، يبقى عنده فريكوانسي وعنده بين وعنده تيرمينال هيماتوريا. ممكن بقى يحصل بعد كده افكشن للكني، تلاقي عنده حاجات بتاعت الارينال ايك وماس لو في هارد نفروزس، كلامك صح. واذر بالهرز المانيفستيشنز، الاقي عنده ليبر سيروزس وحاجات بورتال هايبرتنشن. طيب الانفستيجيشنز يورين اناليسيز، ولا في بالهرزيزس سونار بلين اكس راي، تلاقي كالسيفايد يورينري بلادر، ارسم معاي، فتلاقي السوبرا بيوبيك في كالسيفيكيشن. لو تحولنا وحصل كارسينوما في حته، الكارسينوما هتاكل الحته اللي فيها كالسيفيكيشن، ارسم الرسمه دي. بنسمي الصوره دي اسمها ايتن كالسيفيكيشن يورينري بلادر، ودي اسسبكت بيها تكون بالهرزيال كارسينوما او كارسينوما اون توب اوف بالهرزيال سيستايتس. وده بسؤال شفوي، هل ممكن يبني بلين اكس راي يشخص كارسينوما؟ اهو ده اكزامبل للقصه دي. طيب الاي في بي مهم جدا، هشوف بقى الكيدني وهارد نفروزس وباك بريشر تشينجز وكونتراكتد بلادر. سيستوسكوبي مهم قوي قوي قوي، او دايجنوستيك واخد بايوبس واتاكد من القصه. التريتمنت انتي بالهرزيال تريتمنت، امال لو انا دلوقتي ايه الانديكيشنز فور انترفنشن؟ بيجروا السلم، ما تشيلهاش يا محمود، حلوه خلاص. انا عايزك تعيش معايا حياتي، انا عايز اجيب لك الاحفاد يتنططوا حواليها دلوقتي. الواد يوسف حفيدي كان موجود وكان بيعيط، قلت لهم ما تمشيهوش خلوه، يعني يمكن يعيط دلوقتي واجيبه لكم. طيب فلو كان في بابيلوما اندوسكوبيك ريموفل، لو في السر اندوسكوبيك دايثيرمي، لو في كونتراكتد بلادر اوجمنتيشن سيستوبلاستي زي اللي قلتها لك، لو في بلادر نيك اوبستراكشن اصلحها اندوسكوبيك او سيرجري، لو في يوريتريك اوبستراكشن هنا اصلحها اندوسكوبيك او سيرجري، اخش واعمل بالون دايلاتيشن او اصلحها بسيرجري، دي الانديكيشنز فور سيرجري. ودخلنا في الجد، التيومرز اوف ذا يورينري تراكت كيدني وبلادر، واما البروستيت فاخره هو ورا في كتاب الاسم. يلا يا حبايبي، رينال نيوبلازم، رينال نيوبلازم بيناين، يبقى ادينوما لايوميوما مش عارفين اي كلام اهبل، انجيوما، لكن مالجننت، والمالجننت هي طالعه من البارينكيما، ودي الاغلب، يا اما من رينال بيلفيس، ودول قليلين. رينال بيلفس احفظ الكلمتين عليهم هنا وخلاص مكتوبين ورا، يا اما سكويمس سيل كارسينوما يا ترانزيشنال سيل كارسينوما. اكتب السكويمس سيل، ايه اللي يخليها اصلا ترانزيشنال سيل؟ ايه اللي يخليها سكويمس؟ كرونيك اريتيشن بايه؟ بستون، يبقى غالبا معاها ستون كرونيك عملت انت بليزيا سكويمس سيل، وعلاجها بتبريزنت زي هيماتوريا وعلاجها نفريكتو. امال الترانزيشنال سيل كارسينوما ايه تكتها؟ بتسبريد باي امبلانتيشن، عشان كده علاجها نفرو يوريتريكتومي. يبقى كده عرفنا تو انديكيشنز نفرو يوريتريكتومي. خد بقى الثالثه بايونفروزس بايوريتر، لو اليوريتر مليان باس بنشيله المره مع الكدني، يبقى دول ثلاثه انديكيشنز. طب ايه اللي يضمني انها ما تكونش لسه وصلت كمان للبلادر تحت؟ ايه يا، عشان كده بشيل كاف من البلادر وفولو اب البلادر بسيستوسكوبي بعد كده عشان اتاكد ما ظهرش حاجه ثانيه جديده.
دي ترانزيشنال سيركلس. مبروك. يلا خش لي بقى في الجد في الكلام بتاع البارينكيما، يا اما اشهر اثنين بيزل سيل كارسينوما يا اما ويلمس تيومرز ونيفرو بلاستوما. في ورق بتاعهم اهو، الورق ده هيتوزع عليك موجود عندك، هقول لك تجيبه ازاي، وانا خلي الورق في ايدك لو سمحت وانا بشرح. الورق ده اقوى من كتاب الاسم، كملت فيه عناوين مش في الكتاب وان كان مزودتش عليك معلومات. وانا هبص في الورق واتكلم معاك عشان تمشي معايا في الورقه واحده واحده. يلا يا سيدي، الانسيدنس الرينال سيل كارسينوما او الهايبر نيفروما ده الكومنست 75% من كل رينال نيوبلازم، تمام. الويلمس تيومر دون بيطلع من امبريونيك نيفروجينيك تيشو، عشان كده هذه الامبريونيك نيفروجينيك تيشو عندها قدره تعمل ابيثيليال اليمنت وميزنكايمال اليمنت، فتلاقي في الميكروسكوبي عندك ميكسد تيومر بريميتيف ابيثيليال اليمنتس جلوميرولاي وما شابه، وتلاقي كارتليج سيلز وتلاقي بون سيلز موجوده في الميزنكايمال تيشو موجود في الميكروسكوبي. كتر خيرك. الانسيدنس ميل تو فيميل 2 لواحد انك ايكوال ميل تو فيميل. السن 50 ل 70 سنه، هناك السن قبل 7 سنين، بيكس انج بيك ايج 3 ل 4 سنين. كان كلمه زمان يعلموها لنا الناس اساتذتنا مش دقيقه 100%، يقولوا ما فيش رينال تيومر قبل 5 سنين، بعد 5 سنين ولغايه 40 سنه. يعني عندك كده سبيس من 5 ل 40 سنه ما فيش احتمال رينال كارسينوما تحصل، والحقيقه انا ما شفتهاش رير قوي لما شفنا ويلمس فوق الخمسه. على فكره رقم 7 ده غريب عليه، لكن شفناه لا شك. بايلاترال ويلمس تيومر موصوف وبايلاترال هايبر نفروما. يقول يا سينكرونس يا ميتاكرونس. يعني ايه سينكرونس؟ سينكرونس يعني دلوقتي، يعني عنده رايت وعنده ليفت في نفس الوقت. لا ميتاكرونس، ميتا يعني بعدين، زي ما قلت لك ميتا اشوفك يا غاهب عن عيني. فكان عنده رايت هايبر نفروما، وبعدين بعد شويه في الفولو اب بعد سنين ظهر له في الليفت. كتر خيرك. الايتيولوجي ما فيش ايتيولوجي في الويلمز، لكن هنا لوس اوف شورت ارم كروموزوم 3 فيكسد في كل الناس. فون هيبل ليندو ديزيز دون بيكون معاه ريتينال هيمانجيوما، معاه سيريبيلر تيومرز، معاه سوبرا رينال فيوكروسايتوما، او يكون معاه بانكرياتيك سيستس. ده باختصار مشهور جدا فون هيبل ليندو يكون معاه هايبر نفروما. واخيرا توبيكو التوبيكو برودكتس من الاسباب. انا حاولت اشوف لها عليمه ما لقيتش عليمه الا اللي هقولها ديا، فما تضحكش عليها عيب. كروموزوم شرب توبيكو فان هبل. خد بالك، هي فون هيبل، بس انا قلت فان هبل، وانت فاهم ان فان هبل، لا هي فون هيبل. يبقى كروموزوم شورت ارم 3 شرب توبيكو فان هبل. تمام. الباثولوجي الجروس مرسومه، رسمته بلون الرسمات دي جميله جدا. الهايبر نفروما بتطلع في وان بول، غالبا في الابر بول. يجي سؤال شفوي، هي ليه اتسمت يا ابني هايبر نفروما؟ كنا حاسبينها سوبرا رينال تيومر من كتر ما بتطلع ابر بول. وللامانه ما لو في مالجنان سوبرا رينال تيومر طلع انفلتريتنج الكدني، تفريقه صعب جدا من ده. سودو كابسوليتد، لما تشوف له صور الجراد تحس وكانه له كبسول وتيومر مجرم. ايرلي انفيجن لرينال بيلفس، مهمه قوي 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 القصه دي، عشان كومنست برزنتيشن لهذا المجرم هي هيماتوريا. طيب في هيمورج وفي نكروزس، طبعا لونه اصفر عشان هاي ليبيد كونتنت، قلتها قبل كده، قلت زمان لو في عندك رينال سيست تعمل اسبيريشن، لو لقيت هاي ليبيد كونتنت ايه، لا تكون دي هايبر نفروما. اشرب قهوه. تمام يا حبايبي. طب والويلمس تيومر نفس الكلام بقى، مش هنعيد الكلام، برضه ماس في وان بول لكن فارق، هيمورج نكروزس لكن فارق حاجه، ليت انفيجن للرينال بيلفيس. عشان كده جروس هيماتوريا في الويلمس تيومر رير، وحدوثها يانديكيت باد بروجنوزيس. كتر خيرك يا سيدي. طيب ده الجروس. الميكروسكوبيك الهايبر نفروما بتبقى يا اما كلير سيل تايب، رسمها لك صح عشان الميتوكوندريا بتاعتنا تطلع بروكسيمال كونفلوتيبيولز، ودي اما كلير سيل تايب
الكوليسترول داب، يما جرانيولار تايب عشان ميتوكوندريا كتيره. الويل مزاديك فهمته ميكسد بريميتيف ميزنكايمال وبريميتيف جلوميرولاي وتيوبيولز، لكن اهم كلمه فيه في الميكروسكوب الحقيقه لحياتك فيفربل ولا ان فيفربل هيستولوجي. الحقيقه اولاد one of the most important prognostic factors حكايه فيفربل و ان فيفربل هيستولوجي ده. خلصنا الصفحه الاولانيه، يلا الثانيه السبريد. الاثنين زي بعض، لوكال يخش بيرينفريك في الجروته فاشيه في اللي حواليه بقى، ديودينم في الناحيه اليمين، كولون في الناحيه الشمال، انتستين كله، ريترو بيريتونيوم تمسك بصير ابدونال وول كتر خيرك. طب لمفاتيك يروح للمف نودز اللي هي مين؟ يا اما الهايلر لمف نودز اللي هنا وبعدين للبارا اورتيك، منها سيسترنا كايلاي، منها حتى فيركاو لمف نود ليفت سوبرا كلاف لمف نود. طب وبلاد ميتاستاتيك للبلاد وتبعت بالذات الهايبر نفروما لللنج، حاجه اسمها كانون بول ميتاستاسيز، شكلها زي الكوره كده كانون بول ميتاستاسيز. تمام، في كاركتر عجيبه جدا في الهايبر نفروما واضحه جدا، في الولمز مش واضحه قوي لكن موجوده، حاجه اسمها اللي هي انفلتريشن للرينال فين، مش انفلتريشن اكستنشن للرينال فين. بصوا يا حبايبي، ادي رينال فين كويس، ادي انفيرو فينا كيفا كويس، يحصل حاجه عجيبه جدا، هذا التيومري اكستند في رينال فين كده ويطلع في الكيفا كده، اسمه مالجنانت ثرومبس. ثرومبس يعني انا مش لازق في الوول، لدرجه لما تفتح الرينال فين في العمليه تولد الثرومبس دي از اي توث بيست، توث بيست بتشيلها خلاص، مالجنانت ثرومبس موجوده تشيلها، ومش اجينست اوبرابيلتي. واحد حبيبي ودفعتي وفي كليفلاند دلوقتي رئيس قسم مسالك هناك وشغله في القصه دي، في مره عزمته على العشاء، كان يوم بايخ قوي نعزم على المهم يعني اتدبست، فقعدت ادردش معاه، بيجيبوا ثرومباي وصلت لغايه الاتريوم يا حبايبي، يعني وصلت لغايه الرايت اتريوم. طيب فيفتحوا ويولدوها ويجيبوها هوبينج فور كيور، يبقى دي ملك لا شك دي مش بلاد بتاعت ميتاستاسيز، ولا شك انها مش اللوكال ادفانسد شويه، فسميناها دي ستيج 3 لما اجي لك في الستيجنج دلوقتي. طيب ده السبريد. الستيجنج بتاعنا سهل قوي، روبسون ستيجنج سيستم بتاع الهايبر نفروما سهل، ليميتد للكدني، اتنين لا خرجت بره الكدني بس وذن الجيروتا فاشيه، ثلاثة في لمف نودز بارا اورتيك او اكستندد للرينال او فين او انفير فينا كيفا، أربعة ديستنت ميتاستاسيس. كتاب كتب طريقة غبية جدا جدا، كاتب كل ستيج ومش كذا، يعني ليميتد للكدني بس ما راحتش لغاية الجيروتا، راحت للجيروتا بس ما عملتش، خلاص ما تشيلناش بقى، فانا شلت لك السطر الاهبل ده. اما الويلمز ناشونال ستيجنج سيستم برضه سهل جدا، ستيج 1 كونفايند للكدني وشلناه، ستيج 2 خرج بره الكدني وشلناه، ستيج 3 في ريزيديوال نون هيماتوجينس، يعني مفيش ميتاستاسيس، ريزيديوال مثلا الليمف نودز، ريزيديوال ماسكه الكدني ماسكه في الدايفراجم وسيبنا حته من شايف حته ماسكه على الدايفراجم وسبتها ما شلتهاش، يبقى ده ريزيديوال، ده هعالجه براديو ثيرابي يا اولاد. يا اما اربعه ريزيدوال هيماتوجينس، كان عنده ميتاستاسيس وشلت الكدني خلاص لكن عنده ميتاستاسيس. المفاجاه ستيج خمسه، في خمسه ايوه بار باي لاترال ويلمز تيومر. في الويلمز سيدي اقول لك ان له اسوشيشنز مش عارف مش ما قابلناهاش في لا هتيجي دلوقتي، هتيجي غالبا في الكلينيكال بيكتشر. طب ده الستيجنج، البروجنوز حسب الستيج، وهناك الفايف يير سرفايفل بعد الديفلوبمنت الرهيب في الكيموثيرابي. نقدر نقسم حياه الويلمز يا اولاد ما قبل الاكتينومايسين دي وفينكريستين وما بعده بقت فايف يير سرفايفل 80%، رقم جبار. كلينيكال بيكتشر، تايب اوف بيشنت هاتوا من قبل كده، هيماتوريا، هنسمي هيماتوريا بيبقع، بينزل حاجه حمراء فيبقع، وهتعرف ليه بعد شويه. 80% من حالاتنا بتاعت ال 50% اسف من الهايبر نفروما فيرست برزنتيشن بتاعتها هيماتوريا بس،
بيسموها توتال، فاهمين يعني توتال؟ بينلس ريكارنت هيماتوريا، وتلاقي بلاد كلوتس سيلندريكال. فاكرين كلام زمان؟ طيب اما هيماتوريا في الويلمز ده مش كومن، مايكروسكوبيك ايوه في 50% طبعا، اكتر من كده كمان، لكن جروس هيماتوريا مش كومن وات انديكيت باد بروجنوز. يلا الورقه اللي بعد كده. تاني حاجه عندنا البين، لو كان بيوقع ده بيتوجع. اسباب البين يا جماعه، ستريتش للكبسول، بلاد كلوتس بدات تنزل تعمل لك كوليكس، انفلتريشن للسراوندنجز. البين هنا واضح، واحد كبير اي رمبي تعبان يا جماعه، العيال الصغير عادي زمز ايه ولا هتطنش. عشان كده يا حبايب بما ان الهيماتوريا ليت في الاطفال وبان البين انا هطنشه غالبا ومش هعمل له حاجه، غالبا الواد ده هيبريزنت 90% بالماس ليت. طب يبقى رقم ثلاثه ماس، نسميه ايه؟ نسميه مكلكع. فالمكلكع في 30% من حالات الهايبر نفرومال برزنتيشن بتاعتها ماس، وهناك في 90% هي فيرست برزنتيشن ماس. اوصف بقى لنا الماس. ماس في اللاين، وبعد كده في بيركشن الانجل يبقى ضل، موفينج وذ ريسبيريشن اكسبت ريت لو بقت فيكسد تبقى هارد غالبا، وفي الويلمز تبقى فيرم شويه، نوت كروسنج الميدل لاين، في عليها باند اوف ريزونانس، الكلام الاهبل بتاع الكلينيكال عمرنا ما شفناه. كتر خيرك. يبقى مكلكع. طيب اللي بعد كده ايه؟ نون سبيسيفيك سيمتومز وسكندري فاريكوسيل وسيستميك سيندرومز، سماهم هو هنا بينوع حاجات مع بعضيها. يجي ان اكسبليند فيفر، تلاقي عنده اريثروسايتوزس اميلويدوزس، تلاقي عنده هايبر كالسيميا بتطلع باراثورمون لايك هرمون شبه مين سمعناه زمان؟ البريست، يكون معها هايبر كالسيميا. سكندري فاريكوسيل مهمه جدا، لان لما بيحصل انفلتريشن للثرومبس دي، ادي يا اولاد الليفت تستيكولار فين وادي الرايت تستيكولار فين، يتقفل على الفين تعمل تحت السكندري فاريكوسيل. وعندك في الفاريكوسيل بقى الفرق بين برايمري وسكندري فاريكوسيل، واهم سبب سكندري فاريكوسيل هو الهايبر نفروتول. ويلمز يعملها؟ ايوه الويلمز يعملها، زودها في الويلمز السكندري فاريكوسيل طبعا، لكن الويلمز يزيد او هايبرتنشن رينال هايبرتنشن هنا وهنا زودها وسميها بينوع. لكن الويلمز ده حته اسوشيشن، عايزك تخلي لها عنوان لوحده. ها شاطر تقول ايه؟ ما عرفتوهاش. بيجمع الويلمز هنيجي معاه اسوشيشنز. هالجند اختصار السيستم ما تكتبوش. هيمي هايبرتروفي حاجه انومالي رزله جدا، تلاقي العيل نص وشه اكبر سنه من الثاني، نص جسم حاجه غريبه جدا. هيمي هايبرتروفي الجينيتورينري انوماليز، ياما شفنا ويلمز مع اندستندد او هايبوسبيديس، انايريديا في الرمد، وان نيوروفايبروماتوزيس. ده الكلينيكال بيكتشر ديفرنشال دايجنوزيس. في حاله الهايبر نفروما اذر كوزس ماس رايت او ليفت هايبوكوندري، مش شرط رينال ماس، لا شك رينال ماس سبب هارد نفروزس او ما شابه، بوليسيستيك كني ادل تايب، لكن يخش هنا بقى سبرين ريترو بريتونيال ماس، ويخش هنا ليفر ريترو بريتونيال ماس، يبقى اذر كوز اوف ماس. اذر كوز اوف هيماتوريا، لو جايب هيماتوريا اذر كوز اوف بين، لو جايب البين كتر خيرك. طب نيجي للناحيه الثانيه الويلمز، اذر كوز رينال ماس في السن ده وان هارد نفروزس مالتي سيستيك انفانتايل تايب بوليسيستيك كني، تلخبطنا معاهم، او يكون برضه نقول ماس ليفت او رايت هايبوكوندريوم. كتر خيرك يا سيدي. الانفستيجيشنز الاثنين شبه بعض جدا، اللاب مفيش يورولوجي من غير يورين، يوريا وكرياتينين، وهنا يزيد بس في الويلمز تدور لي في اليورين على كاتيكولامينز في اليورين، لان في الديفرنشال دايجنوزيس بتاعت الويلمز حاجه مهمه قوي 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 اسمها نيوروبلاستوما، سوبرا رينال نيوروبلاستوما، بتلخبطنا كتير قوي كلينيكال كتير، شبه بعض بالظبط. طب الفرق ايه يا حبايبي؟ النيوروبلاستوما غالبا لوبيوليت نودولار كده، الويلمز مور اور سموث، دي هارد، دي مور فيرم، دي تكروس الميدل لاين، الويلمز دازنت تكروس الميدل لاين. يبقى تلات فروق بين الاثنين، هارد نودولار سيرفس وتكروس الميدل لاين. فدي بتطلع كاتيكولامينز اشوفها في اليورين، فيبقى في حاله الويلمز اقول على اليورين كاتيكولامينز. سونار مهم قوي، هشوف لي الماس وستيك ولا سوليد سي تي ضروري في اي مالجنسي او ام ار. الاي في بي هتشوف ايه في الاي في بي؟ ادي البلفيكال سيل سيستم يا جدو،
لا لا لا، حصل له ايه من شاطر يقول لي هنا؟ امبيوتيتد، اتزق لتحت، ديسبليسد، لا ده اتشد كده بقى ديستورتد وستريتشد، حاجه اسمها سبايدر ليج ابييرنس. لكن اهم قيمه للاي في بي ايه؟ شاطر اسيس الفانكشن اوف ذا اذر كدني، برافو. اعمل ميتاستاتيك ورك اب، تشيست اكس راي، سونار على الليفر، ما انا اكيد بعمل على الكدني بالمره هبص على الليفر. لو شكيت في بون ميتاستاسيس، لو شكيت اعمل بون سكان. طيب كويس. بالمناسبه سي تي، شوف لي المالجننت ثرومبس في الكيفا وفي الرينال فين. خلصنا انفستيجيشنز، يا رب ما اكونش ناسي حاجه. انا ببص معاكم، ما تقطعش محمود كده، احنا عايشين مع بعض سوا كده. يبقى ده اللاب، كتر خيرك. راديولوجيكال بلين اكس راي، ممكن تشوف كالسيفيكيشن، موتل كالسيفيكيشن الحقيقه في الهايبر نفروما، والويلمز يتشاف في كالسيفيكيشن، بس يمكن اساتذتكم مش جراحه الاطفال فيحسبك انت اللي متلخبط. والاي في يو خلاص، رينال سونوجرافي، سي تي سكان، والتشست اكس راي. الاوبرابل التريتمنت ولا حاجه يا جماعه، لو كان اوبرابل راديكال نفريكتوم، اشيل الكني بالجيروتا فاشيا واشيل معايا الهايلر لينف نودز، البارا اورتيك نودز ان اوبرابل، زي ما خدته زمان في الاوفيريان تيومرز ان اوبرابل، تمام. واكمل كيمو ثيرابي الى اخره. طب لو في ريزيدي ولا لوكال، اكمل راديو واكمل كيمو. الكيمو في الويلمس تيومر اكتاينومايسين دي، فينكريستين وادريامايسين، مهمين جدا. هنا الكيمو كلام الحقيقه نتائجه ضعيفه قوي، الكيمو راديو في الهايبر نفروما، لكن ما لناش غيرهم. بندي بقى الانترلوكين 2، حاجات كلها مين في اتجاه الاميونيتي. طيب نفترض ان العيان كان ويلمز وارسكتابل، اعمل زي ما عملنا زمان في البريست، اعمل نيو اجفنت كيمو، ادي كيمو، اعمل اندر ستيجنج، اخش اشيل بعد كده. نفترض التيومر كان باي لاترال على الناحيتين، اعمل ايه؟ اشيل المور افكتد راديكال والليس افكتد بارشال نفريكتومي، اسيب سنتي ل2 سنتي سيفتي مارجن، طبعا تيجوا زي الزفت. ولو ظهر التيومر في الكدني الوحيد عند العيان، سوليتري كدني، معنى سوليتري مش جاي في ناحيه واحده، يعني جاي في الكدني الوحيده عند هذا المريض، اعمل ايه؟ كان عنده هو سوليتري كدني، هعمل بارشال نفريكتومي، ماليش حل تاني. طيب الكلمه عندك مهمه جدا، في نفريكتومي لاي رينال نيوبلازم اول حاجه اخش عليها البيديكل، اطلع الرينال فين عشان لو في مالجننت ثرومبس اولدها الاول، ولو ما فيش مالجننت ثرومبس او كان في ولدتها اربط الاول البيديكل. ليه اربط البيديكل الاول؟ عشان انا بمانيبيوليت التيومر، ما اعملش انا ديسيمينيشن لو. ده باختصار التريتمنت بتاع الويلمز، لو خدته من الكتاب انا شايف مكتوب ألذ من الورقه اللي حاولنا نسهلها لك دي، ده رايي الشخصي، حاولنا نسهل لكن الدنيا تاهت شويه مننا. شكرا شكرا، يا رب يخليك وافرح بيك واطمن عليكم. الى المحاضره القادمه باذن الله في اليورولوجي، شكرا يا اولاد.